ثم قالت الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك، أي القليل الثاني على كرامة الإنسان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه خلقت بيدي بأي معنى حملنا اليدان؟ من الواضح أنه أنت إذا أردت أن تهتم بشيء اهتماما كبيرا تأخذه بيدين، إذا كان عندك اهتمام به كثير، أو تعطيه ماذا؟ بيدين، لئلا يسقط أو يتلف أو يعيد. القرآن الكريم لا يقول خلقت الإنسان بيدي، يقول خلقت الإنسان بيدي لمزيد اهتمامه بذلك. ومن هنا يقول جملة من المحققين المراد من اليدين في الآيات هما العلم والقدرة، يد هي العلم ويد هي القدرة الإلهية. المهم بأي معنى فسرنا اليدين في القرآن الكريم، بل يداه مبسوطتان، ذاك بحث آخر. ولكن الآية تريد أن تبين لإبليس الذي أبى عن السجود أنك امتنعت عن السجود لمخلوق اهتم به الى هذا الحد من الاهتمام، والا انت لن تجد في القرآن الكريم اهتماما بموجود اكثر من الانسان. هذه التعابير لم ترد في غير الانسان، خلقت بيدي او نفخت فيه من روحي او وعلم ادم الاسماء كلها أو وحملها الإنسان ونحو ذلك من الآيات التي تبين حقيقة مقام الإنسان عند الله سبحانه وتعالى.